شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر نصيحة ثمينة غالية لمن أراد الخلاص بإذن الله سبحانه وتعالى من الفتن. أولا الالتجاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وكثرة الدعاء وإتمام النظر في الكتاب والسنة وكتب السلف الصالح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أتباعه عليه الصلاة والسلام وأن نكون على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم